السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا لهذا اليوم هو فضل تعمير مساجد الله. يقول الله عز وجل في محكم تنزيله بعد بسم الله الرحمن الرحيم: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المساجد هي بيوت الله جل جلاله في أرضه، جعلها خالصة له، ومن أحب الله تعالى أحب بيوته وأكثر من زيارتها. فالذي يذهب إلى المساجد ويصلي الصلوات إنما هو ضيف من ضيوف الرحمن. والضيف إذا نازل بساحة الكرماء ومنازل العظماء أصابه جودهم وفضلهم، ونال من أعطياتهم، وغنم من إكرامهم. أي واحد مشى عند الضيف ديالو ودخل الدار الكبيرة لابد أنه يكرم من طعام وشراب وترحاب. فكيف إذا كان الضيف قد نزل بأكرم الأكرمين وحل على رب العالمين؟ وحد ظاهرة عندنا في البلاد هي أن المساجد كثيرة ولله الحمد، لكن بعض الناس كيعجزوا وربما كينشاغلوا وكيفرطفوا واحد الخير عظيم وعظيم جدا. نريد في هذه الحلقة أن نبين الخيرات والبركات والفتوحات والكرامات اللي كيمشي للجامع وكيصلي الصلوات. اش كيعطيه الله تعالى؟ جاء في الحديث عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه، الله تعالى كيتكلم في الحديث القدسي، اش كيقول؟ يا عباد الله، ان بيوتي في ارض المساجد، وإن زواري فيها عمارها، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني في بيتي، فحق على المزور أن يكرم زائره. هذا حديث قدسي. ربنا جل جلاله ينادي يا عبادي، يقول لنا راه البيوت ديولي فوق الأرض هي المساجد، اللي بغى يزورني واللي بغى يكبر بيا يجي لعندي بيتي اللي هو المسجد. وإن زوار فيه عمارها، عمار المساجد هم زوار الله. فطوبى، يا سلام، طوبى بمعنى ربح وغنم ورفع مقامه. طوبى لعبد تطهر، مشى اغتسل ولبس أجود الملابس وتطيب وقصد بيت الله. طوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني في بيتي، فحق، هذا حق، حق العباد على الله جل جلاله، حق على المزور أن يكرم زائره. اللي مشى عند الله في المسجد وصل الصلوات وربما بقى كينتظر الصلاة اللي بتي بعدها، فذلكم الرباط، هذا عنده واحد الأجر عظيم وعظيم جدا. هذه المساجد هي لله، هي ما تبع التوحد نهائيا، بيوت الله عز وجل. سبحان الله، كان واحد السلطان عظيم الخليفة الرشيد. هذا الخليفة واحد المرة حلف على مراته بالطلاق، قال لها إلا بتي في الملك ديالي فأنت طالق. الخليفة الرشيد كان في العهد الأموي، أنا ذاك كانت الدولة الإسلامية مترامية الأطراف، تشمل بلاد الحجاز وبلاد الشام وجزءا من الروم والفرس، فكان الملك ديالو مترامي الأطراف. مرة غضب على
على زوجته وقال لها إلا بتي اليوم في الملك ديالي فأنت طالق بالثلاث. من بعد ويتبين له بأن هذا القسم غادي يتنفذ لأن الزوجة ديالو ما يمكنش تخرج من الملك ديالو لأن الملك ديالو مترامي الأطراف بعشرات الآلاف من الكيلومترات. فتندم مع الحال وسول بعض المستشارين هل من حل؟ قالوا ليه كاين واحد العالم تلميذ أبي حنيفة النعمان عنده واحد العلم لعله يلقى لك مخرج. هو كان متمسك بزوجته كانت تسمى زبيدة كان كيعزها وكيقدرها ولكن ديما كتقلقوا أم اللي كيغضب كيحلف عليها بالطلاق. لكن هاد المرة قال صيغة الطلاق خطيرة قال لها أنت طالق بالثلاث إن بت اليوم في ملكي. فمن اللي مشى لقاو هاد الرجل واش كاين شي حل؟ قال لهم هاد الفقيه نعم هناك حل. قال لي ما هو؟ قال لي هاد المرأة تبيت اليوم في المسجد لأن المسجد لا يدخل في ملك الخليفة. المسجد هو لله بيت الله لا سلطان لأحد عليه. لهذا قال الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وكان من كرم الخليفة الرشيد أنه ولى هذا العالم وله قضاء القضاة. المقصود هو أن الذي يزور بيت الله غادي يعطيه ربي مجموعة من الخيرات والبركات. أول الكرامات وأفضل الأعطيات ربي سبحانه وتعالى كيعطي الزوار المساجد لذة قربه وحلاوة مناجاته ويمنحه شهادة الإيمان. أي واحد كيمشي للجامع دائما في كل صلاة ودائما غادي جاي هذا ربي كيعطي هذا النعيم لذة قربه حلاوة مناجاته. جاء في الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. الشهادة دي الإيمان باش كتعطى؟ كتعطى بالإنسان راه غادي الجامع جاي من الجامع. إيوا بعض الناس ما كنلقاوهمش كيصليو وعمرنا ما شفناهم غادين أو جايين المسجد كأن المساجد لا تعنيهم. هذا خصو يراجع نفسه، هذا خصو لابد يحاول يستدرك ما فاته. لأن من شهادات الإيمان أن الإنسان يذهب إلى المسجد ويغدو ويروح، دائما يزور بيت الله تعالى. ربي سبحانه وتعالى بين لنا شكون هما الناس اللي كيعمروا المساجد، ماشي أي كان اللي كيعمر المساجد في صفات ربي بغاه. كيقول الله تعالى في سورة التوبة متحدثا عن عباد الله اللي كيحبوا بيوت الله فيقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. شكون هما اللي كيعمروا مساجد الله؟ إنما أداة حصر يعني اللي كيمشي للجامع هو اللي فيها الصفات. الصفة الأولى من آمن بالله، هذا مؤمن كيآمن بالله تعالى ويستشعر رقابته وينتظر جزاءه. من آمن بالله واليوم الآخر يعني كيآمن بالبعث والنشور، وضع الموت نصب عينه غدا بعد غدا غادي يودع وغيمشي عند الله. من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة، أقام الصلاة حتى اللي كيصلي في الدار ديالو راه لا يقيم الصلاة، هو غير يؤدي الصلاة. أما الذي يقيم الصلاة هو اللي كيكون في الجامع مع الجماعة كيأديها بخشوع وباطمئنان، أنا ذاك يقيم الصلاة. أما الآخرين اللي كيصلوا في البيوت ديالهم أو المحلات التجارية ديالهم أو في الإدارات بغير عذر، إذا كان عنده العذر ربي مسامحه وكيعطي الأجر والثواب الكامل، لكن ما عنده لا عذر لا والو. نهار كتكون مباراة ديال كرة القدم كتلقى جالس ثلاثة ساعات أمام التلفاز أو أنه يشد الرحال إلى ملعب كرة القدم،
في حين وقت الصلاة 5 دقائق 10 دقائق كيجي العجز وما كيمشيش، كيصلي في بيته أو المتجر أو الإدارة أو أي مكان وما يمشي للجامع، هذا لا يسمى بأنه أقام الصلاة بل أدى الصلاة. فالذين يعمرون مساجد الله هما لآمنوا بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. بعض الناس كتجيهم الزكاة ثقيلة ما يقدروا أديوها، لماذا؟ لأنه لم يقيم الصلاة. نهار يقيم الصلاة على حقها آنذاك غتجي الزكاة سهلة، ولكن مادام هو مفرط في الصلاة الزكاة عمره ما غيخرجها، غتجي ثقيلة وغالية وغيقول أنا أولى بها. ثم قال وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. إنسان لما يكون من زوار بيوت الله كيصلي وكيعمر بيوت الله تعالى، ربي كيعطي واحد القوة في اليقين، فلا يخشى أي شيء، لا يخشى ظالم ولا يخشى ظلام ولا يخشى وحدة ولا يخشى الفقر ولا يخشى الموت ولا يخشى أي شيء، لأن قلبه مليء بالإيمان. قال لنا الله تعالى فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. هاد الناس عمروا المساجد، آمنوا بالله وباليوم الآخر، أقاموا الصلاة، آتوا الزكاة، لم يخشوا إلا الله، ومع ذلك قال لنا الله تعالى فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. هذه علامات الهداية. طبعا اللي كيعمر المساجد لابد أن يكون المهتدين. للأسف كنلقاو بعض الناس ربما أنهم متقاعدين، ربما أن ما عندهمش مكان يقضوا فيه الوقت ديالهم، كيمشوا للمساجد، كيجلسوا في الصفوف الأمامية ماشي لذكر الله، ربما فقط لأن ما عندهم يدير في الدار أو ما عندهم فين شي منتجع أو شي نادي يجلس فيه كيجي للجامع وكيبقى يتكلموا في أمور تافهة من الدنيا. لا، هذا لا دخل في الآية. الآية دخل فيها اللي جا للجامع لله، جاي يذكر الله وجاي يسبح لله. لهذا الناس اللي كيبقاو يتكلموا في قضايا دنيويه او جالس غير كيمضي الوقت ما عنده ما يدار، هذا لا يحسب، لان ربنا جل جلاله ماذا يقول في محكم تنزيله لعمار المساجد؟ قال لنا هما اللي كيذكروا الله تعالى بالتسبيح والذكر والدعاء. شكون هما؟ قال فيهم الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو ولا صال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. هذو هم اللي قال فيهم الله تعالى عندهم الأجر الجزيل والتواب العظيم. شكون هما؟ الناس اللي كيمشوا للمساجد ويرفعوا مقامها. في بيوت أذن الله أن ترفع، ترفع يعني تعظم وتوقر ويذكر فيها اسمه. ملي يمشي للجامع ما نذكر اسم ديال حتى شي شخص أو مسألة دنيوية، نذكر اسم الله تعالى، اسم الله جل جلاله. بعض الناس كيمشوا لبعض الأماكن وكيذكروا أسماء الصالحين، لا، لابد من ذكر الله وحده لا شريك له. يذكر في اسم الله بالغدو والأصال، يعني في الروحة والذهاب والمجيء في كل وقت وحين. رجال سماهم الله تعالى رجال، هذو هم الرجال الحقيقيين اللي كيسميهم الله تعالى، عندهم مقام رفيع عنده. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. كيود المؤذن كيقول الله أكبر الله أكبر، غير كيود المؤذن الناس كلهم لا عندهم تجارة كيوقفوها، إلا عندهم الإدارة كتوقف، إلا عندهم أي مصلحة من المصالح كتوقف، إلا ما كان ما هو ضروري ضروري جدا، أما لم يكن ضروري لابد أن يوقف. لا تلهيه،
لا تجارة ولا أعمال، كيمشي مباشرة للصلاة. أش كيوقع ملي كتزهد في الأمور الدنيوية وكتعظم الله؟ ربي كيبارك ليك واحد البركة عظيمة جدا. لهذا قالنا في آخر الآية والله يرزق من يشاء بغير حساب. شحال من الواحد دابا الآن وقت التجارة كيبقى خدام وقت الأذان، كيجي الكليان كيقول واش نمشي نصلي ولا نبقى مع الكليان، وكيبدا يجمع الفلوس ونسى بأن الله تعالى ممكن أنه لا يبارك له في هذا المال، في حين لو قال نمشي نصلي أولا وربي يبارك لي من بعد غادي غير يأدي حق الله، وربي سبحانه وتعالى يرزقه من حيث لا يحتسب. لهذا قال لنا رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هاد الناس كيخافوا لقاء الله، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. غدا بعد غدا غادي نموت، هذيك الأموال اللي غنجمعها غتبقى للورثة. أنا أش غينفعني مع الله؟ غينفعني مع الله ما صليت وما زكيت وما صمت وما سبحت وما دعيت الله تعالى، هذا هو اللي غينفعني، هذا هو راس المال في الدار الاخره. اما في الدنيا غادي يبقى الورثه ويدو صحاب الضرائب ويعلم الله اش غادي يوقع في ذاك المال. لهذا هما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار ليجزيهم الله احسن ما عملوا، ذاك العمل العظيم اللي داروه ربي كيجازيهم ويزيدهم من فضله. ربي كيعطيك ويزيدك، الله تعالى عنده قانون التعويض الإلهي، على قدر ما فعلتي ربي يزيدك ويعاود يزيدك ويعاود يزيد يزيدك. والله يرزق من يشاء بغير حساب. يروى أن واحد المرة واحد الرجل كان دائما قلبه معلق بالمساجد، ديما غادي للجامع، لكن ماشي حتى هو كيحب الجامع، حتى ما عنده ما يدار، كيبقى جالس في الصف الأول، ومن بعد كيبدا يدعي يا رب تعطيني المال يا رب تعطيني المال. ربي بغى يبقى فقير لان الفقر ديالو محدود، داك الشيء اللي عنده يلاه قادو باش يبقى يذكر الله. لكن هو ملي كيمشي للجامع غير كيخرج كيشوف صحاب الفيلات وصحاب العمارات وصحاب السيارات الفخمه والناس اللي عندهم الارصده البنكيه الكبيره، حتى هو بغى يكون هكاك. ربي ما بغاش ليه، ربي بغى يبقى غير على قد جهده، لكن هو بقى عنده الطمع كيقول يا ربي تعطيني يا ربي تعطيني. ربي قال لي خذ هاك بسم الله يلا اللي بغيت نعطيها لك، لان الله عز وجل عنده خزائن السماوات والارض، الا بغى يعطينا كامل راه كنا يغنينا في لحظه، ولكن من رحمته كيعطينا بقدر، كل حاجه بقدر، لان اللي زاد على القدر ديالو يقدر يكون تدمير على صاحبه. هذا الرجل اعطاه الله المال، مشى شرى واحد المحل تجاري ولا كيبيع وشري، ديما مع الاذان عاد كيجيو الكليان، كيجيو الزبائن كيبغيو يشريو، كيبدا يقول واش نصلي ولا نبقى مع الزبائن. فكيقول وشحال صليت ملي كنت ما عندي ما يدار، دابا الان هذه فرصه، وكيبدا يجمع الاموال، بدا كيجمع الاموال وتا كيسالي الصلاه عاد كيصلي بوحده، كيدخل واحد الركنه وكيصلي وبالو كلهم مع الفلوس شحال دخل لاكيس شحال خرج. بدات التجاره كتكبر، ذاك المحل التجاري ولد ليه محل اخر ومحل اخر، والتجاره تبارك الله كبرات، ولا كيسموه الحاج فلان الحاج عبد السلام شكون اللي بحاله، تبارك الله بواحد السياره فخمه وبواحد الهيئه تعطي النظر، ولا كيتجمل في الجلباب الابيض وهالسبحه الخضراء، ولكن لا يصلي فقط في التجاره وفي الاعمال. واحد اللحظه ما بقاش كيصلي في الوقت، ولا كيجمع الاوقات كلها لان خصو يدور على المحل التجاري كاملين ويجمع الروسيطه، ولا كيجمع الصلوات كاملين الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء. واحد الوقت كثرت عليه التجاره وربما قال لك دخل الغرفه التجاريه وانت خاب، ولا حتى هو تجاره واسعه، ولا كيفكر في التصدير والاستيراد، ما بقاش عنده الوقت فين يصلي وفين يحك راسه. اش ولا كيدير؟ كيقول والصلاه هي الناس اللي هما يا فقراء، انا ربي كرمني. فتمثل فيه قول الله تعالى ان الانسان ليطغى ان راه استغنى. انسان ملي كيستغني عن الله يطغى،
فمن رحمة الله يا عباد الله راه الفقر والمرض والسقم والمصائب راه كلها نعم من عند الله، لأن الإنسان ملي كيذوق شيئا منها يتواضع ويلين بين يدي الله. لكن لما كيعطي الله العظمة والمال والجاه والسلطة والصحة والعافية يطغى. علاش كل خلى فرعون يقول لنا أنا ربكم الأعلى؟ لأن الله تعالى كرمه أعطاه السلطان والملك وأعطاه 300 سنة عمره ما مرض، 300 عام وفرعون يعيش عمره ما مرض. ومن بعد عجبوا راسه ويقول لهم أنا ربكم الأعلى. تهد السيد عجبوا الحال، دار الأموال، دار لي كارت فيزيت ولا معروف بعين الناس، ونسى ديك الأيام فاش كان فقير وجالس في الصف الأمامي مع الضعفاء وكيقول يا رب ترزقني. لكن ربي سبحانه وتعالى كريم، هاد السيد دار الحسنة في الأول، جا للجامع، انطلق من الجامع، وحاشا أن الكريم يخليه يزيغ أو يضل، لابد ربي يرد إليه، لأنه هو بدا بالجامع وبدا بالذكر النهار الأول، أكيد أن الله غادي يرحمه. باش رحمه الله تعالى؟ رحمه بأبسط الأشياء، أعطاه الله تعالى واحد الرؤى أولى، عنده الأرق في الليل، كينعس ما كيلقاش الراحة ديالو. خاصو لابد يستعمل مجموعة ديال الحبوب ياكلها ويرتاح، ولكن النوم ما كيجيش. وزاد الله تعالى واحد الرسالة ثانية، أعطاه رؤية منامية. بعض الأحيان كتكون الرؤى المنامية فيها خير عظيم، راه الرؤى المنامية رسائل من الرحمن. الشاف في هذه الرؤية، كان واحد الليلة معشي واحد العشاء، مخير مضخم، كلا المحمر والمجمر والبسطيلة، وضحك مع الناس، ومن بعد داروا الصفقة التجارية وفرحان بأن الصفقة غتجيب لي أرباح طائلة. ومن اللي سالى ما توضى ما صلى، مباشرة مشى تكا ونعس. هو ناعس خيرا وسلاما، فإذا به يغط في نومه وغيشوف واحد الرؤيا منامية. ماذا رأى؟ رأى بأنه استيقظ من النوم فوجد بأن هناك الدنيا كلها خلاء، بات لي صحراء مترامية الأطراف، ما كاين لا أشجار ولا أغصان ولا مساكن ولا محلات تجارية، فقط الفراغ. نظر عن يمينه وجد غير القفار والفيافي، نظر عن شماله بل لي فقط غير الفضاء خاوي، شاف من أمامه كل شيء دنيا خاوية. لما التفت من خلفه بل لي واحد الأسد عظيم سبع كبير، حال فمه وجيعان وكيلهت كيقلب على شي لقمة. وطبعا هذا الأسد من اللي بان ليه هذا الإنسان غادي تكون وجبة دسمة ما غيضيعوش، لأن أجمل طعام عند الأسد هو لحم الإنسان. بحال حنايا حنا أعز طعام عندنا هو لحم الحمام أو الضبي أو غير ذلك، حتى الأسد. هو شاف الأسد هو يتخلع ويقول تخلع واحد الخوف شديد، قال غنهرب، هرب دغل كيجري النجدة أنقذوني أنقذوني، هو هربان ما لقى فين ينقضوا. واحد اللحظة بان لي واحد الجب، الجب هو بير ماشي اصطناعي، بير طبيعي، حفرة فيها الماء، وذاك البير مدلية فيه واحد القنبة كبيرة، واحد الكوردة. هو يتلح في ذاك البير ونزل في ذاك الكوردة وشد فيها، شد في ذاك الحبل، لكن الأسد تبعه، جا الفم ديال البير والأسد وضع رجل هنا ارجل هنا، وحل فمه كيتسناه كيقول لي غطلع غطلع غناكلك غناكلك. هو شاد في ذاك الحبل مخلوع، واحد اللحظه نظر في اسفل البئر، هو يبان لي ذاك البئر جاف ما فيش الماء، ويسكنه ثعبان عظيم، واحد الحنش كبير ثعبان، عيناه مثل الجمراوتين، ولسانه فيه اللهيب، وحال فمه وكيقول له غطيح غطيح غناكلك غناكلك. هو يقول يا ويحتاه يا ويلتاه، أسد فوقي وتعبان تحتي، هذه هي النهاية. الحاج عبد السلام، واش عقلت على النعيم اللي كنت عايش فيه؟ كيفاش تورطتي هذه الورطة؟ هو شاد في ذاك الحبل والعرق يتصبب من جبينه، واحد اللحظة ذاك البئر في حفر، واحد الحفرة خرجوا منها جردين، الجرد بحال الفار، جردين واحد ابيض واحد اسود، هما يتعلقوا في ذاك الحبل وبداو كياكلوا فيه بجوجهم. ويقول يا ويلتا الحبل غيتقطع غيتقطع الحبل وغنطيح،
مشيت فيها دار الجهه الاخرى بات لي واحد الحفره من خرج دوك الجردين بان لي واحد الخليه ديال النحل الشهد ديال النحل ضاقوا عجبوا قال هذا النحل هذا طبيعي كيدير الثمن والله الا لديته للسوق وبعته غنجيب واحد الربحه مزيانه حتى واحد ما عارف هذا الشهد هذا هذا ماكله ودواء الا بعته غنجيب به واحد الاموال طائله انسى بان الاسد فوقه انسى بان الثعبان تحته وكلاهما يفتح فمه انسى بان الجردين كي ياكلوا في ذاك الحبل غيتقطع هو كيفكر مازال في استثمار الاموال واحد اللحظه الحبل غيتقطع 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 الحبل ويقول ويصيح واحد الصيحه واحد الصيحه خطيره ويتقول ليه مراته بسم الله عليك بسم الله عليك الحاج عبد السلام اش وقع عليك مالك قال لي راني كنترعد كنترعد وكله يتصبب من العرق قال شفت واحد الرؤيه مفزعه الاكسجين ما بقاش عندي في نفسي حل لي الشرجم يتنفس حلت لي الشرجم يتنفس وبدا كيستنشق الهواء هو يسمع المؤذن كيأذن والجامع حداه كيقول الله اكبر الله اكبر الله هكذا يسمع الاذان فبدا يرتعد ولما سمع الاذان يقول الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم ويقول ويحك ويحك الحاج عبد السلام اشوق عليك وينوض ديك الساعه لبس حويجاته ومشى للجامع ما دخلش من باب ديال المصلين عموما حتى هو الحاج عبد السلام كيدخل من المقصوره ديال الامام دخل عند الامام قال له اسيدي راني شفت واحد الرؤيه منانية افزعتني ذاك الامام كان كيفهم في تعبير الرؤى قال لي شرحها لي عاد نرتاح قال لي الامام وحتى نصلي ونشرحها لي قال لي لا شرحها لي دابا قبل الفجر الامام سمع الكلام كله هو يشرح ليه قال لي اما الاسد فذاك قدر الله القدر لن يفلتك القدر هو قوي وعظيم وسلطانه عنده جبروت لا يقهر تابعك تابعك هذاك هو الاسد قال لي هو اما الثعبان اللي كان في قاع البئر فذاك القبر راه فاتح فمه وكيتسنى امتى نزلوا فيه كل واحد فينا عنده القبر ديالو في زمان ومكان محدد مكتوب لكن الله تعالى من رحمته الواسعة أنه أخفاه عنا حتى لا نيأس ولا نحزن قال لي أما الحبل اللي كنت شاد بين يديك هذاك الحبل هو العمر مشروع عمل أعطاك الله 60 70 80 سنة بغى يقول لك دير فيها الخير ودير فيها العمل الصالح وإلا غضيع لك ودوك الجردين الابيض والاسود اللي كانوا كياكلوا في ذاك الحبل هذاك راه اليوم والنهار يتعاقب عليكم ليل ونهار ليل ونهار ظلام ونور والانسان فرحان غادي مع راسه ملي كيجي راس السنه كيحتفل بعيد الميلاد كيقول زاد عندي عام هو في الاصل راه تنقص لي عام ومن بعد قال لي اما ذاك الشهد ديال العسل هذاك متاع الدنيا اللي تفتنتي به وليتي كتجري بالليل وبالنهار باغي الدنيا ونسيتي الاخره وبدا كيبكي الحاج عبد السلام ويقول الفقيه بالله عليك لا تقيم الصلاه حتى اتوضا واحسن الوضوء وارجع الى الصف الامامي كما كنت من قبل فعاد الحاج عبد السلام الى سيرته العطره مع المسجد ومع ذكر الله احبابي نبقى مع فاصل قصير ثم نعود اليكم فابقوا معنا مرحبا بك مشروع لويزيات اليونس دارنا في المحمديه مع مشروع لويزيات املك دارك هني جيبك وريح بالك ب 23 مليون فقط والتسبيق غير جد مليون ونص ونزيدك حتى البقعة الارضيه موجوده اتصلوا باليونس دارنا على الرقم 08020 08020 نافدة الخير على ميد غاديو هاد الأسبوع كنفتحوا ملفات لمرضى بالقلب محتاجين للعلاج مباشرة من الجمعية الخيرية لعلاج أمراض القلب حابين تقدموا مساعدات أو تواصلوا مع الجمعية تصلوا يوم الجمعة ابتداء من الساعة 2 بعد الزوال على 05 29 02 08 88 أو على العنوان التالي 4 شارع غندي الدار البيضاء ميد غاديو الإذاعة اللي كتساعدكم
البيضة المغربية كتقترح عليكم مسابقة لاختيار 10 فائزات بأحسن شيوة بالبيض. طريقة سهلة، وجدوا شي شيوة بمكون البيض وبعثوا لنا بصورة ديالها مع رقم الهاتف ومعلومات شخصية عليكم، وبعثوا كل شي عبر البريد العادي إلى عنوان ميد راديو، أو لا يمكن لكم دخلوا مباشرة لموقع البيضة المغربية leufmarocain.ma وشاركوا في المسابقة لاختيار أحسن 10 شيوات بالبيض، وجوائز نقدية مهمة في انتظاركم كتوصل 20,000 درهم. حاج سعيد لجميع أوفياء ميد راديو ولكل مستمعات للا مولاتي المغربيات الحدقات. مرحبا بك اختي. الله على ريحه زوينه، منين شفتكم ريحه البحر؟ هذه ريحه مسيو بروبر نسيم البحر الجديد، وهو اللي دخلها علينا بتركيبته القويه، خلاني ديما هانيه، داري نقيه ومعطره بريحه البحر المنعشه لمده طويله. مع مسيو بروبر نسيم البحر الجديد دارك 100% نقيه وبريحه البحر معطره. الدين والحياة، الدين والحياة مع الدكتور طيب الكريبان على ميد راديو، على ميد راديو. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبابي في الله، لعلكم استفدتم بعض العبر والعظات من قصة الحاج عبد السلام اللي كان كيصلي هو فقير وكيذكر الله ويعمر المساجد، وملي كرم الله تعالى وفتح لي فتحا مبينا أنساه الشيطان ذكر الله، ثم ربي سبحانه وتعالى فتح لي باب الأمل وباب الخير وعاد عودا حميدا إلى بيوت الله. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان كيوصينا بالعظمة والمقام العظيم ديال المساجد، كيقول لنا المسجد هو بيت كل تقي، بيت كل تقي هو المسجد، باش نعرفك بأنك أنت تقي، يعني عندك واحد القدر معين على الأقل في الذهاب إلى المساجد. أما الإنسان اللي ما كيجيش المساجد خاصه يراجع نفسه، خاصه يدير واحد الوقفة ديال التأمل، راه غادي في الطريق المنحرف، راه ما غيخرجو شيء، ومن بعد غادي يندم حيث لا ينفع الندم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. لأن الأسواق ديما كتكون فيها ربما بعض الأشياء غير سليمة، حتى قالوا الله يجعل الغفلة بالبيع والشاري، لكن في المساجد ما في غفلة، في الخشوع وحضور القلب. الإنسان اللي كيمشي للمسجد ربي كيكرمه في الدنيا والآخرة. ما هي أعظم كرامة؟ قلنا أعظم كرامة الله تعالى يضيقه لذة قربه وحلاوة مناجاته، ويمنحه شهادة الإيمان، فاشهدوا له بالإيمان الذي يعتد المساجد. الكرامة الثانية أنه يوم القيامة لما تكون الكروبات على المواقف وأهوال المشاهد، ذاك اللي كيمشي للجامع دائما يكون في ظل عرش الرحمن. راه يوم القيامة يوم البعث والنشور، الشمس تدنو من الرقاب بمقدار الشبر، والناس كيشعروا بالحرارة المفرطة، كيقلبوا على ظل شجرة ما في لا أشجار ولا أوراق، أش كاين؟ ظل واحد هو ظل عرش الرحمن، ظل عرش الرحمن هو الظل الوحيد اللي كاين يوم البعث والنشور، في الساحة ديال القيامة ديال الانتظار البعث. هذاك ظل عرش الرحمن شكون هما الناس اللي غيستظلوا فيه؟ من بينهم كما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: رجل قلبه معلق بالمساجد. هما سبعة الناس قال فيهم سيد النبي: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أولهم إمام عادل، واحد الملك أو سلطان أو قائد أو رئيس دائرة أو رئيس إدارة في العدل، إمام عادل. وشاب نشأ في عبادة الله، واحد الشاب اللي هو باقي صغير وباقي من دابا كيقول دابا غنشد الطريق، ماشي تنكبر، ما نقولش سوف أفعل أسوف حتى يكبر تمن 40 عام، لا، ما حدو صغير وشد الطريق. شاب نشأ في عبادة الله، ثم قال: ورجل قلبه معلق بالمساجد. شي واحد ديما قلبه معلق بالجامع،
ديما أهم مكان عنده مش المقهى أو السينما أو كذا أو كذا، لا، أهم مقهى أهم مكان عنده هو المسجد. رجل قلبه معلق بالمساجد، عاد قال لنا ورجلان تحاب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. جوج الناس ما عندهم لا تجارة وما عندهم لا نسوبية وما عندهم حتى شي مصلحة، اجتمعوا فقط حتى لله، كيشوفوا كيفكروا بالله تعالى، إذا رأيته ذكرك بالله، فتحاب في الله. ثم قال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. هذا بغي الإخلاص، ما بغي رياء، كيعطي الحاجة بنوب الخالق، ما بغاش يقولوا الناس راهو الحاج عبد السلام كيتصدق، لا، خلاها بيد الله تعالى، حتى الشمال ديال يدو ما تعرفش اش نفقات اليمين. ثم قال ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من ذكر الله. واحد جلس بوحده في الدار سد عليه وذكر الله تعالى وبدا كيبكي، هو امام الناس ما يبكيش خوفا من الرياء، لكن لما يختلي بنفسه يذكر الله فتفيض عيناه بالدمع. هذا ايضا كيكون تحت ظل عرش الرحمن. والسابع شنا هو؟ قال لك رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله رب العالمين. رجل غادي في طريق تلقى مع واحد المرأة قالت لي وصلني ولكن هي ماشي سليمة. ثم قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ياكما هذه بغات توضعني في المعصية فيتراجع. او ديك المرأة تقول لي ذات منصب وجمال، يعني عندها الجمال وهي اللي عندها الطوموبيل وعندها الدار وعندها الفلوس وبغات توقع في المعصية، فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله ينظر إلي، عار بأن الله ينظر فلا يفعل. هاد الناس كلهم بسبعة، أش قال لنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، الظل ديال عرش الرحمن فقط. منهم رجل قلبه معلق بالمساجد، الناس واقفين أمام يوم القيامة ورب سبحانه وتعالى غادي ينادي، غادي يقول أين جيراني؟ أين جيراني؟ فتقول الملائكة يا ربنا ما ينبغي أن يكون لك جيران، شكون اللي غادي يجاورك؟ فيقول الله تعالى جيراني هم عمار مساجدي، جيراني هم عمار مساجدي. الله تعالى كينادي على هذا الجيران ديولو اللي كانوا كيعمروا المساجد، كيقول لهم مرحبا بكم ادخلوها بسلام آمنين بغير حساب ولا عقاب ولا عتاب. يوم القيامة اللي كيدخلوا المساجد في كل وقت وحين ربي سبحانه وتعالى غيفتح لهم باب الجنة بأبواب ثمانية ثمانيات الأبواب، غيفتح لي الباب اللي بغوا، فتح الباب ودخلوها آمنين بسلام بغير حساب ولا عقاب ولا عتاب. شوف هذا الفضل ديال تعمير المساجد. كنلقاو بعض الناس الله يهدينا ويهديهم، كتلقاهم هما كيتسبوا في اغلاق المساجد، او شي واحد في شي شركه او في شي اداره كيمنع عموم الناس انهم يصليوا، المستخدمين او الموظفين او غير ذلك يصليوا. والبعض الاخر كنسمعوا للاسف الشديد، سمعنا في بعض المراكز الامنيه شكايات كيوزعوها بعض الشكان ضد الجامع، قال لك سيدي هذاك الاذان قلقهم في الليل، المؤذن ديال مكبر الصوت وكيفيق قبل الفجر وكيبقى يهلل، كيبقى يهلل لا اله الا الله، هذا كلام جميل، قال لك هو يزعجه. واش عرفتوا الا كان كيأذن المؤذن في الجامعه اش كيوقع؟ قال لنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بان الشيطان اذا سمع النداء يضع اصبعيه في اذنيه، يسد اذنيه، ويسمع له ضراط ريح يخرج من مؤخرته، ثم يجري ويهرب من المكان، كيمشي من المكان اللي فيه ذاك الاذان. كلما كان الاذان بمكبر الصوت بعيد المدى كلما ابليس يبتعد من ذلك المكان. وتصور انت كتسكن حدا الجامع، هنيئا لك، المكان اللي انت فيه طاهر في غير الملائكه، ابليس كلما اقترب منك كيطردوا الاذان. ونجيو حنا ونشكيو بعض، نمشوا عند القيد ولا نمشوا عند الكوميسيار نقول ليه هذا الفقيه راه كيودن وكيرفع صوته، وشحال من مسؤول قال ليه حيد التهلال، خلي غير الاذان وانقص من البوق. فحبذ ان الصوت كلما كان مرتفع بذكر الله تعالى كلما نزل الخير والبركه على الجميع. اما اللي كيسعى الى
إغلاق المساجد والتضييق على عباد الله تعالى. ربي سبحانه وتعالى قال لنا هذا ظالم، بل قال لنا هذا أبلغ الظلم، أبلغ وأخطر أنواع الظلم هو هذا. قال لنا الله تعالى بصيغة المبالغة، يقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. انظر إلى هذا الجزاء السيء لمن منع مساجد الله، أو منع الناس أن يصلون في الوقت، أو منع الأذان، أو منع أي شيء من ذلك. فنسأل الله تعالى السلامة والعافية. أيها الأحباب، هل تعلمون ما فضل بناء المساجد؟ المساجد عندها واحد الفضل عظيم. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه ماذا قال؟ قال: من بنى مسجدا لله يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. لابن جامع باش يذكر في اسم الله ابتغاء وجه الله، ماشي بغي يدخل الانتخابات، ماشي باش يقولوا السي عبد السلام الله يعمر ليه الدار، داروا لوجه الله تعالى كينكر نفسه. هذا الله تعالى كيبني ليه بيتا في الجنة. واش عرفتوا ما معنى بيتا في الجنة؟ الجنة فيها قصور تجري من تحتها الأنهار، لكن البيت اللي في الجنة هو أعظم من القصور كلها، هو واحد العرش عظيم غادي يعطيه الله تعالى لمن يبني بيتا لله في الأرض يذكر فيه اسم الله، أو ساهم ولو بالقليل، ولو بدرهم، في بعض الأحاديث ولو ساهم بحصات، يعني إنسان كيساهم بحصات في بناء بيت الله غادي يكون الخير والبركة إن شاء الله تعالى. بل المؤمن إلى مات العمل ديالو كينقطع، ولكن سبعة الأشياء كتبقى وراء الموت ديالو. اسمع يا عبد الله، انت ملي غادي تموت المال ديالك غيدوه الورثة، وربما ما غاديش يقيلوك، انت في القبر باقي ربما باقي كيغسلو فيك، وغتنوض المضاربة بين الزوجة ديالك وولدك الكبير وبنتك الصغيرة، ونسيبك غادي يقول كلام، وجارك غادي يقول كلام، وفلان غادي يقول كلام، وكنلقى الميت كيتعذب مازال كيتغسل، وملي كيمشي للقبر ما كيوقروش، كيبقى دائما كيقولوا هذا عطى الحق هذا، هذا نقص لهذا. الاموال كلها ما كتنفعكش، اش كينفعك عند الله تعالى؟ سبعة ديال الاشياء قالها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال: سبع يجري للعبد اجرهن وهو في قبره بعد موته. اول حاجة: من علم علما، العلم داروا لله ابتغاء وجه الله، ما باغي لا سمعة ولا رياء ولا أموال ولا أي شيء، لله تعالى. من علم علما هذا كينفع في قبره. ومن أجرى نهرا، واحد مشى لواحد مكان قاحل ودار واحد النهر أو دار واحد البئر، بمعنى زرع الحياة، دار الخير، دار النماء، هذا أيضا ينفعه في قبره. أو حفر بئرا، أو غرس نخلا، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.